عبد الحكيم بالعابد بالشريك الاجتماعي. الأستاذ صادق الدزيري حاضر معنا وعلى المباشر في مداخلة عبر الهاتف، رئيس الاتحاد الوطني عمال التربية والتكوين إمباف. أهلا بك سيدي الكريم وشكرا لقبولكم هذه المداخلة. مرحبا وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة. جميل سيدي الكريم، تم اليوم الاثنين كما أشرنا منذ قليل وتابعنا تنصيب اللجنة التقنية الخاصة بملف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وهذا خلال اللقاء الذي جمع وزير القطاع بممثلي نقابات القطاع. كيف ترون سيدي الكريم إلى مخرجات اللقاء، وما قولكم أيضا في اللجنة التقنية الخاصة بملف القانون الأساسي؟ هذا الملف يعني مثل ما تفضلت هو ملف هام وشائك في نفس الوقت. يعني تنصيب اللجنة التقنية اليوم من طرف السيد الوزير في الحقيقة نعتبره خطوة في الطريق الصحيح، لأن في السابق كنا عملنا في لجنة مفتوحة بدون أجندة زمنية. اليوم فيه لجنة منصبة محددة الأشخاص من جهة، وأيضا محددة المدة. يعني الأجندة الزمنية محددة وهذا شيء طالبنا به، ومع يعني النقابات بعد تنصيب هذه اللجنة اليوم رغم أنه جانب شكلي لكن هو مهم جدا، لأن تنصيب اللجنة يحدد المسؤوليات وتحديد المدة يجعلنا نعمل جميعا على إنجاح هذا المسعى الذي أقره السيد رئيس الجمهورية بفتح القانون الأساسي لأسلاك التربية، وبالتالي تكون خطوة مهمة في طريق القانون الأساسي. أما ما بعد هذا اليوم فالنقابات مطالبة بتقديم اقتراحاتها ونظرتها حول القانون الأساسي، واللجنة التقنية هي التي تغربل هذه الآراء يعني تجعلها تقرب بعضها من بعض. يمكن للنقابات أن تقدم يعني جماعيا اقتراحات بشكل تكتل، واقتراحات لتكتلات نقابية مثلا في إطار التنسيق، أو فرديا. وبعد هذه المدة المحددة بأربعة أشهر نطلع جميعا، تطلعنا اللجنة التقنية على فحوى هذا المشروع ونطلع عليه ونناقشه مادة بمادة. لما تكون بعض المواد التي فيها خلاف نحاول أن نجد لها حلولا، ولكن في نهاية الأمر يعني يتم الفصل نهائيا في هذا الموضوع. هذا في الجانب المقاربة، مقاربة العمل في إطار اللجنة. الآن ماذا نريد من هذه من هذا العمل، وماذا ننتظر من القانون الأساسي؟ مثل ما تفضلت يعني قبل قليل أننا نريد قانونا أساسيا يعيد المكانة الاجتماعية ويعطي المكانة الاجتماعية المرموقة التي يستحقها الأستاذ والمعلم ورجال ونساء التربية عموما بكل أسلاكهم في المنظومة التربوية. ومن ها هنا أحد الركائز التي تعطي هذه المكانة هو القانون الأساسي. القانون الأساسي تحكمه قوانين على رأسها القانون المرسوم 0603 و 04307 فيما 07304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور والشهادات إلى آخره. لكن نريد امتيازات إضافية بالنسبة لقطاع التربية حتى نعطي له هذه المكانة. غير ممكن أن نقول أن قطاع التربية قطاع استراتيجي وذو أولوية ولا تكون فيه في إطار التصنيف تصنيفات، لا تكون فيه تصنيفات خارج الصنف يعني لور كاتيجوري. هذا في التربية غير موجود نهائيا. يجب أن نشجع قطاع التربية بامتيازات يعني خاصة تؤهله لهذه المكانة. أيضا من جانب المنح والتعويضات، نحن طالبنا استعجالا إقرار زيادة في منحة تحسين أداء
والمعالجة البيداغوجية المعروفة بنحو 15%، لأن القانون الأساسي له شقه ومنح والتعويضات لها شق ثاني. والقانون الأساسي يضبط المسار المهني للموظفين يعني في التربية من الأساتذة وكل أسلاك التأطير وكل الأسلاك المعروفة في التربية، اللي هي حوالي 26 سلك يشتغل في أسلاك الخاصة للتربية. هذا في المرسوم 12-240 الذي عدل المرسوم 08-15-08. نعم أستاذ صادق الجزيري، وزير التربية الوطنية من خلال تصريحه الذي تم بثه عبر قناة النهار أكد أن هذه اللجنة تعكف على دراسة اقتراحات كل الشركاء الاجتماعيين قصد إعداد نسخة جديدة للقانون الخاص يتم اعتمادها مستقبلا بشكل يستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية كما أشار الوزير. عملية الدراسة كيف ستكون وما هي الأولويات من وجهة نظركم؟ وهل هي نفسها بالنسبة للوزارة الوصية؟ ماذا التمستم من خلال هذا اللقاء فيما يخص هذه النقطة؟ طبعا هذا الأمر يعني الأيام القادمة هي التي ستجيب على هذا السؤال لما تبدأ العملية. نحن قلت أننا في الطريق الصحيح بتنصيب اللجنة وتحديد المدة، نحن في بداية الطريق الصحيح، لكن هذا السؤال الذي تفضلت به سؤال وجيه، الإجابة عنه يعني تجيبنا عنه الأيام القادمة. نحن في تقديرنا أنه في ظل القوانين الحالية التي تحدد لك الأطر التي يمكن لك أن يعني تنظم فيها قانونا خاصا، غير ممكن أن تخرج من الأطر القانونية الموجودة، وبالتالي هذا أيضا في حد ذاته حاجز على الذهاب بعيدا في القانون الأساسي. على الرغم من ذلك سنقدم اقتراحات وندخل في نقاشات في هذا الموضوع، ونأمل أنه أولا تعالج الاختلالات السابقة نهائيا، كل الذين كانت لديهم حقوق ضائعة في ظل المرسوم 12-42 تعالج، وهذا أكيد. أما طموحنا إلى الأعلى إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والمكانة ربما بتصنيف جديد للرتب القاعدية مثلا للحجم الساعي الذي يعمله الأستاذ في الابتدائي والمتوسط والثانوي، إعادة النظر في المهام، ربما إعادة النظر في بعض الأسلاك التي لديها رتبة الترقية مغلقة، يجب أن تعطى لهم فرصة لرتب أخرى للترقية. الترقية تكون بتصنيفتين ولا تكون بتصنيفة واحدة، وهذا كله نشتغل على 26 سلك، والتصنيفات موجودة من 11 إلى 17، وهذا غير كافي. لذلك نحن من دعاة أن نذهب إلى أن نخرج خارج الصنف إلى ألف وألف واحد واثنين للتربية، ولم لا للإطار التربوي عليه أن يأخذ أيضا حقه في هذا الجانب، وتعطى له امتيازات خاصة في هذا الجانب كقطاع تربية. هذا هو القانون الخاص الذي نبحث عنه على الأقل في العموم، الذي يحقق العدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف، في الترقية، في الإدماج، ويعيد الحقوق إلى أصحابها. والعملية في الحقيقة ليست سهلة كما أنها ليست مستحيلة، خاصة إذا في ظل أولا أن هذا الملف أقره السيد رئيس الجمهورية، ونأمل إن شاء الله أن يكون التفاهم في اللجنة الحكومية المختصة بعد إعداد المشروع، وربما هذا الكلام سابق لأوانه لكن نبدأه من الآن، لأن الاقتراحات من طرف النقابات ستصطدم أكيد بواقع آخر، بقوانين تصطدم بأنه غير ممكن أن نأخذ بهذا، وقال الوظيفة العمومية ترفض هذا، ووزارة المالية ترفض هذا الجانب لأنه ربما فيه أشياء تأثير مالية في بعض الأشياء. هذه هي ربما الصعوبات التي ستكتنف هذه العملية، لكن يحدون الأمل أننا نحصل على قانون خاص إن شاء الله يكون في مستوى الطموح والأمال، وهذا ما سندافع عنه كنقابة،
وحتى في إطار التنسيق النقابي. نعم جميل أستاذ. مطالب الشركاء الاجتماعيين اليوم لقطاع التربية هي قديمة جديدة وتطرح في كل موسم دراسي وبعد هذا اللقاء، هل يمكن القول بأنكم أنتم أشرتم في البداية قلتم بأنكم على الطريق الصحيح، لكن هل لحل النهائي لمشاكل مستخدمي قطاع التربية الوطنية الاجتماعية والمهنية؟ والله هذا السؤال لا تجيب عنه في الحقيقة الحكومة وليس النقابة. بالنسبة للقانون الخاص لو نأخذ بهذا ملف من أحد الملفات الأساسية والهائلة والثقيلة والمهمة والتي تجعل قطاع التربية يستقر لو يؤخذ مؤخذ الجد ونذهب إلى الحلول الحقيقية لنستقر مهنيا أكيد ويساهم في الاستقرار. أما المشاكل قطاع التربية كما تعلمون يضم حوالي يعني بالنسبة للتلاميذ تدرون حوالي 10 ملايين في حوالي 800 ألف الآن موظف ما يقارب يعني في أكثر من 450 ألف أستاذ في 225 أكثر من 25 ألف مؤسسة تربوية فهو ربع سكان الجزائر يعني وبالتالي يحتاج إلى اهتمام مثل ما جاء في القانون التوجيهي في المادة 8 وفي المادة 80 اللي على أساس أنه قطاع استراتيجي ذو أولوية. الأولوية تكمن ها هنا، يجب أن نحل المشاكل الكبرى وعلى رأسها مثل ما تفضلت في الجانب المهني هو القانون الأساسي، وفي الجانب الاجتماعي هي الأجور والقدرة الشرائية. اليوم القدرة الشرائية فهي في تدني فظيع يعني إلى أدنى مستوياتها ولا زالت يعني تتدنى يوما بعد يوم، ونحن نريد إعادة التوازن لهذه القدرة الشرائية لأن كلمة تحسين غير كافية. التحسين يكون لما تكون القدرة متوازنة قدرة الشرائية مع الوضع. أما اليوم فالراتب الذي كنا يعني المال الذي كنا نحصل عليه كأجر في سنة 2012-2013 كان يغطي يعني نسبة معينة، اليوم نزل على الأقل 40% يعني هبوط، وبالتالي خسرنا أكثر من 40% من القدرة الشرائية. وبالتالي إعادة التوازن أولا القدرة الشرائية، وبعد ذلك نحن طالبنا بإنشاء مرصد وطني للقدرة الشرائية. هذا المرصد هو الذي يراقب الأسعار، يراقب السوق، يراقب التضخم. في نهاية كل سنة بناء على مؤشرات معينة يعطينا الحصيلة التي نزلت بها القدرة الشرائية إذا كان متجانسة ومتوازنة صفر، وإذا كانت مثلا نزلت بخمسة بالمئة يعني يقدم اقتراحا للحكومة على أساس أنها تعوض منحة بخمسة بالمئة، هذا مثال، وإذا كان 10% وإذا كان 15% حسب الأوضاع. أما في غياب هذا المرصد ولو تمت زيادة في الأجر إذا لم يكن هناك مرصد يراقب ويساعد ويرافق العملية ستعاد الكرة مرة ثانية، والاستقرار لا تشهده قطاع الوظيفة العمومية ولا قطاع التربية. نحن نريد حلول نهائية مثل ما تفضلت للقدرة الشرائية، للمشاكل الاجتماعية والمهنية، لظروف التمدرس، لهذه المخططات الاستثنائية بمناصب مالية إضافية حتى يعمل الأستاذ في أريحية. نحن نريد معالجة لملف التقاعد بفتحه لإعطاء حلول حقيقية، أيضا لتقليص الحجم الساعي للعمل للأساتذة المكونين إلى آخره. لا. هذه التحفيزات هي التي تجعل وتعيد الاستقرار وتجعل المردود أحسن، وكل ذلك لصالح أبنائنا إن شاء الله أستاذ ولصالح المدرسة الجزائرية إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ صادق أدزيري رئيس جميل، مرحب بك في أي وقت أستاذ صادق أدزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ينباف. شكرا جزيلا.